اقول حاجه بس مهمه الشمس جدا، تجنن النهارده على فكره. لسه مبعوتاني من بروديوسر بتاع ستات مع الفوش دي بومي. احنا عاملين جاله بقى، يعني عاملين جدل غير طبيعي على تويتر بسبب البوست. لما قلت البوست بالظبط ان مش مفروض ان الست تضحي بحياتها علشان خاطر عيالها، هقول لكم بالظبط كده. والناس بقى ايه متضايقه جدا. دي كانت حلقه ايه يعني؟ كان حلقه من حياتي يعني. خلي محدش هيفتكرك، خلي بالك من ولادك لكن ما تضحيش بكل عمرك عشانهم، وانبسط ومحدش هيفتكرك بعد مماتك. الجدل الرهيب اللي موجود على الرأي ده على فكرة تويتر بالظبط، والناس عماله وطبعا نصهم بيشتموا، انت ازاي تقولي كده وانت مش امه؟ اهدوا، هي دي الحقيقه. حضرتك اللي بيتهمني بان انا بقول اي كلام، رحت كم مره زرت والدتك؟ سالت عليها كم مره؟ انا ما بقولش ان انت جاحد او ان احنا هنرمي، لكن انا بقول لكل ام وانا منهم، احنا ضحينا بعمرنا عشان خاطر عيالنا وفرحنا بيهم وكبروا، بس في الاخر خالص انت بتلاقي نفسك وحيد. انت بتاكدي على ان يبقى ليكي جزء خلي نفسك في حياتك، يعني اللي انا عايزه اقوله ليكي اصحاب، ليكي خروجات، تسافري مع اصحاب النادي، حياتك ما تقوليش كلها لا بتدور في محور الولاد عشان خاطر يعني. العيال نفسك تروحي تعملي عمره، ما تقوليش هسيب العيال مع مين، روحي. اللي احنا عايزين نقوله ان احنا من حقنا حياتك يعني ان احنا ننبسط حتى لو احنا امهات. هي الحياه مراحل، ففي مرحلة لازم بتبقي انت كل ما تملكين من وقت ومن بالزبط. طاقة ومن كل حاجة ملك للولاد. لكن احنا كنا كمان بنقول في اليوم ده انه في مرحلة ما لازم تحب نفسك مع ولادك ومع بيتك، فلما تحب نفسك لازم تلاقي في مرحلة ما وقت لنفسك، ووقت ان انت يبقى عندك ده من بدري وقت يبقى فيه عبادة، وقت يبقى فيه من اول ما بيقفوا على رجليهم ويعدوا سن المراهقة هم عاملين بلان لحياتهم. مامي احنا مش فاضيين لك، احنا مرتبطين جداً. احنا عندنا مناسبه، عندنا عيد ميلاد، فانت لازم يبقى ليكي حياه خاصه جدا. كلمة ما تستنيش لما تكبري بيفتكركم بعد مماتكم. احنا كلنا عندنا، انا ابويا توفى وانت ابوكي توفى وانت ابوكي توفى ووالدتك اب وامي بقى بنقول لهم بنترحم عليهم، بس في حقيقه الامر حد فاكر هم حرموا نفسهم من ايه عشاننا؟ حد فاكر او حد بيحطوا لا، وكنا بنتكلم على الميراث. الموضوع انت بتتعبي وبتشيلي الفلوس وهم بيتخانقوا عليها وبيضيعوها، يعني لو فكروا ان هم يعملوا لك صدقه جاريه او علم ينتفع بيه او مصاحف او اي حاجه، اعمليها في حياتك، ما تستنيش ان حد يعمل لك حاجه. دي الفكره في ان احنا طبعا احنا مبسوطين جدا ان احنا الستات ما عرفوش يكذبوا، عامل حاله الجدل اللي موجوده على تويتر دلوقتي، واحنا مبسوطين جدا بيها. بس هو انتوا محتاجين انكم تقيموا الكلام اللي بيتقال، مش اي كلام وخلاص واضطهادات. احنا محتاجين ان احنا نبص بحياتنا، حياه حلوه، وانا كام عمره ما هيمنع ده ان انا ما اخدش بالي من ولادي. ونفسيا اصلح للمراه انها ما يبقاش فيها تعذيب للذات او انها افنت، وافضل للولاد ان هي في مرحله ما يكون ليها وقت لنفسها علشان ما تبقاش عبء على ولادها. والست اللي ما بتبقاش عبء على تعذيب الذات ده، انا معاكي في اللفظ، يعني الست بتستعذب انها تعذب نفسها عشان ولادها بطريقه زياده عن اللزوم. امي اهي ست ربنا يديها طول العمر، النهارده هي قاعده في البيت، ربتنا ربت ثلاث شحوطه، يعني ربت ثلاث ست اثنين عمرات وشباب الفل. لا يعني عايزه تقول ان احنا الحمد لله الحمد لله كويسين وبنشتغل، بس هذه المراه الست اللي ضحت بحياتها قاعده لوحدها في البيت. انا بقى النهارده لو انا جيت او كنت بقول لها الكلام ده، بس انت بنت حلال، انت بنت حلال، يعني الواحد بيتعب لولاده ويلاقي ده في الكبر. مش قصدي كده، قصدت اقول خشي روحي اقعدي في حته تعرفي على ناس، اعملي انشطه، اعملي حاجات اجتماعيه. انا بقول لها ليه؟ لان انا شايفاها لوحدها. انا بقى لو انا في مكانها بعد ربنا دي طول العمر، مش عايزه ابقى قاعده لوحدي بين اربع حضان ولادي. انا بشوف ان انا هرضى في النادي في السبعين وليهم اصحاب بيتقابلوا مع اصحابهم، بيطلعوا عندهم انشطه اجتماعيه، بيروحوا مستشفى ابو الريش وبيعملوا خدمات للمستشفيات وبيعملوا حاجات يعني للمحتاجين. طول الوقت بيعملوا نشاط اجتماعي. ثقافه ان الام اللي تضحي بحياتها للولاد انا ارفضها رفضا تاما، رغم ان انا كنت ام وحرمت نفسي من فتره واللي انتوا عارفينه، لكن انا دلوقتي بعد تجربه وده دوري ان انا اقول لا ربي ما قلتش لا، بس كان انبسطي بحياتك عشان العمر قصير وعشان الحاجات اللي بتفوت ما بترجعش،
وعشان السن لما بنكبر بنلاقي مشاكل تانية بتبقى مستنيانا، فخلينا ننبسط باللي نقدر نعمله. العمر ما بيتعش مرتين، ومراحل ولادك ولا هي أنانية المرحلة اللي ولادك بتاخدي كل طاقتك وكل ما تملكين من وقت ليهم، لكن في مرحلة تانية لازم يبقى لك انت كمان جزء فيها. في بنات بقى ما فكرتش في الجواز خالص، والنهارده في ترند كده على السوشيال ميديا حمله عاملها الشباب بيقولوا ايه للبنت اللي ما اتجوزتش او اتاخر سن الجواز عندها. انا برفض في كلمه عنس دي، اتاخر عندها سن الجواز بيقول ايه خليها تعنس. فردوا البنات قالوا ايه لا خليها تنور بيت ابوها. حوارات رايحة ما بين الشباب والبنات بيغيظوا في بعض. على فكرة خليها تنور بيت أبوها وظل الحيطة أفضل، وظل بيت الأب أفضل من زوج السوء. وإحنا عايزين نشفر كلمة عينس، والعينس لو هي كلمة موجودة فهو الراجل عينس والمرأة كمان عينس. وبالأرقام على فكرة الرجالة اللي ما اتجوزوش، خلينا نقول تعدوا سن الزواج، هم اكتر بكتير من البنات، لكن احنا بنرسخ ثقافه وبنصدقها. طبعا البوست ده والحمله اللي اتعملت دي اتحملت من سنه بما بقالها يومين. كان ايه سبب الحمله دي؟ الحمله دي ان في شباب كتير جدا معترض على غلاء الجواز، الجواز كله بقى غالي، فتفتق ذهنهم بان هم طلعوا حمله خليها تعنس. حلوه تفتق دي. تفتق ذهنهم ليه؟ لان انا تفتق ذهنك على ايه؟ انك تعمل حمله بايه؟ بكلمة خليها تعنس. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، إحنا لغاية ما بنطلع من بيت أهالينا إحنا بنبقى فوق الراس مكرمين ومعززين ومبسوطين وبنكمل تعليمنا وأبونا مهنينا وعندنا أمنا بتعمل لنا الأكل وشقتنا وأوضتنا بتتنظف. عايز أقول لك إن عمرها ما كانت حاجة مشينة إن أنا أبقى قاعدة في بيت أهلي متعززة مكرمة. لما بقرر أخرج من بيت أهلي بقرر أخرج من بيت أهلي عشان خاطر حضرتك. فكون إن أنت مش مقدر النقله دي وبتقول لنا خليها تعنس، لا والبنات مأخرة بمزاجها. يعني النهارده البنات عايزه تعمل تخلص جامعه وتعمل دراسات عليا وماجستير ودكتوراه، فهي مأخرة. ان النجاح والتحقق في اهميه او اولويه بقى اولويه اولى عندها مش فكره الجواز، والارقام ما بتكذبش. ان الرجاله اللي تخطوا سن الزواج او لو هم شايفين ان الكلمه اللي احنا مش بنحبها وعايزين نشفرها عانس تطلق على الستات تطلق عليهم، لان اعداد البنات اللي فوق 35 في مصر وما سبقش لهم الجواز 472,000، بينما في 2017 في مقابل 687,000، يعني نسبه الذكور تقريبا 4.5 في مقابل 3.3 من الستات.